الدكتور مدحت نجيب رئيس حزب الأحرار وعينه تيار الاستقلال، ومع الوفد إن شاء الله اللي مسافر بكرة لموسكو للزيارة المحتفلة اللي بندعينا ليها بعد قيام ثورة 30 يونيو في بناء مصر الحديثة، مصر الجديدة. أول حاجة إن مصر تربطها مع الاتحاد السوفيتي علاقة قديمة وتاريخية قرابة 70 عاما، ولكن حدث فتور في هذه العلاقة وتجميد بعد اتفاقية كامب ديفيد. كان هناك علاقات ولكن لم تكن على المستوى المطلوب، لأن احنا رمينا في اتفاق مع دولة عظمى واحدة وهي الولايات المتحدة بسبب اتفاقيات تربطك بينك وبين أمريكا، سواء هذه الاتفاقيات سياسية عسكرية تجارية، وبالتالي حصل تجميد للعلاقات ولكن على مستوى بسيط جدا. احنا كل ما نأمله بنروح هناك عشان نشكر الاتحاد الروسي ممثلة في بوتين اللي هو أبدى رغبته لتوقوفه في جنب الشعب المصري وللثورات العربية، وخاصة ثورة مصر في 25 وفي 30 يونيو والاعتراف بها والوقوف بجانب الشعب المصري. لكن دكتور مدحت، ايه هي اهم المحاور اللي هيتم يعني فتح مجال فتح افق جديدة للتعاون التجاري والسياسي وزيادة التبادل التجاري والسياسي بيننا وما بين الاتحاد السوفيتي في المرحلة القادمة، ونجعل روسيا شريك أساسي معانا، وإحنا بنتطلع أن يكون هناك انفتاح لروسيا وبعض الدول الأوروبية وأمريكا اللاتينية. مصر الجديدة أهم ما في الملفات اللي حضراتكم هتروحوا بيها السياسية، والأول تقديم الشكر لوقوفها في جانب بعد الشكر الصوت. بعد الشكر إن إحنا بنفتح مجال جديد للتعاون التجاري، بنفتح مجال جديد للتعاون العسكري، بنفتح مجال جديد لعدة مجالات التكنولوجي، بنعمل مجالات سياسية اقتصادية كاملة متكاملة لزيارة الوفد، وبندعو الرئيس وبندعو الإدارة الروسية لزيارة مصر وزيادة الدبلوماسية الروسية المصرية في المستقبل القريب إن شاء الله. وعلى المستوى الخاص بالنسبة للحزب، إحنا كحزب بنندمج تحت كلنا كتيار استقلال اللي هو 32 حزب، ومعانا قوة سياسية سواء من جبهة الإنقاذ أو من أحزاب أخرى أو تيارات أخرى أو انتماءات أخرى لبيان التعبير الشعبي، الإرادة الشعبية، وليس حزب بعينه أو تيار استقلال بعينه، إنما نريد تعبير وتمثيل إرادة مصرية كاملة للتعبير عن الإرادة المصرية الشعبية.